ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس أحمد الشربيني. هنكمل مع بعض دورة الاستوراج فاير بروتكشن. دوت الفيديو رقم 5، هنتكلم فيه عن بعض التحديات والمشاكل اللي بتواجهنا في التصميم. اتكلمنا احنا بالفعل قبل كده عن السلوب كليرانس، قلنا يعني ايه 2 في 12، اللي هو لو ارتفاع المستودع عدى 16.7، يبقى نظام الرش الآلي مش هيكون تأثيره ظاهر، ممكن ما يشتغلش بشكل صحيح، وشرحنا بالتفصيل الكلام دوت ليه. فممكن لو انت واجهت ان السلوب اكسيدنج 2 ل 12 تغير خالص من الرشاشات اللي مثلا للهاي اكسبانشن فوم. كذلك لو المستودع بتاعك متخزن فيه فليمبل كومباستبل ليكويدز، ساعتها برضو هتغير ليه الهاي اكسبانشن فوم. وشرحنا واتكلمنا بالتفصيل عن الاكسسيف كليرانس، وقلنا ان هو بيأثر على الكنترول مود دينست اريا سبرينكلر بس، وشرحنا هتتصرف ازاي في المحاضره اللي فاتت لو عندك حاله اكسسيف كليرانس. اللي عايز اتكلم عنه النهارده هو السموك فينتس والدرافت كارتنز والهاي فوليوم لوز بيت فانز. الهاي فوليوم لوز بيت فان اللي هي بكل بساطه مروحه زي دي، زي اللي عندنا في البيت بالظبط، بس كبيره شويه وتلف ببطء، بتقلب بس الهواء جوه المستودع. طيب هل دي هتكون اعاقه في التصميم او اي حاجه زي كده؟ الكود حط بعض الشروط، لو نفذناها مفيش اي مشكله من المروحه دي. اول شرط عندنا ان الماكسيمم فان دايمتر يكون 7.3 متر، يعني القطر بتاع المروحه ديت القطر كامل ما يعديش 7.3 متر. الحاجه الثانيه ان هي لازم تكون في السنتر ما بين 4 رشاشات احفار ادجاسنت سبرينكلر. يعني بكل بساطة لو انا عندي مثلا رشاش هنا ورشاش هنا كده وهنا كمان وهنا كمان، يبقى كده كديزاين مظبوط، احطها في السنتر بتاع 4 رشاشات. هي في وضعها الحالي غلط، انا مش عارف هيكون وضع عندكم ولا لا، لكن في رشاش قريب خالص من العمود بتاعها، فالوضع الحالي غلط على الصورة اللي معانا. طيب ايه تاني من ضمن الاشتراطات بتاعتها؟ ان المسافة ما بين الريشة وما بين مستوى الرشاشات فوق يكون 90 سنتي، يعني المسافة الرأسية ما بين ريشة المروحة وما بين المستوى بتاع الرشاشات يكون في حدود كام؟ 90 سنتيمتر. طيب ايه تاني الاشتراطات المطلوبة؟ ان المروحة ديت لازم تتوقف فورا بمجرد ما المية تمشي، يعني لازم تتربط مع الفلو سويتش. بيقولك ان الـ all HVLS fans shall be interlocked to shut down immediately مع الووتر فلو، يعني مش هنربطها مع لوحة الانذار نفسها، مع الانذار اللي هي الكواشف السموك والهيت والحاجات دي، لا هتتربط مع فلو سويتش. اما لو عايز تربطها مع لوحة الانذار تكون لوحة ادريسابل وتعمل لها كود في البرمجة بحيث انها ما تشتغلش غير ما تيجي اشارة، ما تطفيش غير ما تيجي اشارة من الفلو سويتش مش من الكواشف. البند الاخير بيقول لك لو بس في لوحة انذار وهتربطها معها اهتم بالتفاصيل من ال NFPA 72 اللي هو خاص بيه الانذار. يبقى احنا عندنا بس شوية تعليمات بسيطة بخصوص الهاي فوليوم لوز بيت فان، لو اتبعناها خلاص مفيش اي مشكله عندنا وتتركب عادي جوه المستودعات. تمام. طيب الكلام ده جه منين اساسا؟ لو رحنا للبند رقم ايه 2067، يعني ايه رقم ايه الايه دوت اللي هو جاي من الاندكس ايه، لو لقيت اي حرف قبل رقم الكود يبقى جاي من الاندكس على طول، ده كده رقم الكود في الرقم السكشن جوه الكود، لكن لو لقيت قبل حرف يبقى جاي من الاندكس. الكود بكل بساطة بيقول لك انا عملت 10 فال سكيل فاير تيست، عمل 10 اختبارات بالنار فعليا في فال سكيل تيست عشان يوصل لحل لمشكلة الهاي فوليوم لوز بيت. الكلام الاخضر دوت بيؤدي المنظمات والهيئات اللي اشتركت معاه، شركات تأمين وحاجات زي كده في الابحاث، ونشروا البحث بتاعهم البي اتش 2 فاينل ريبورت في 2011. ما علينا من الكلام ده، اللي يهمنا دلوقتي ايه؟ وبيقول لك انا اختبرت الكنترول مود دينست اريا سبرينكلر والايرلي سابريشن فاست ريسبونس سبرينكلر. الاختبارات ادت نجاح. لما ايه اللي بيحصل؟ لما المروحه بيحصل لها شات داون بمجرد ما يحصل اكتيفيشن للفيرست سبرينكلر فولود باي 90 سكند ديلي، 90 سكند ديلي اللي هم المروحه هتكون بتتوقف فيهم، هي بالفعل الكهرباء فصلت عنها بس لسه بتلف. فدوت افضل نتائج اتحققت في الاختبارات، عشان كده ادينا التوصيات اللي فاتت. تمام. هنا بيقول لك انا جربت بطرق تانية وجربت اوصلها على السموك ديتكتور والحاجات دي كلها، لكن التوصيات بتاعتنا هو ادها لنا.
طيب احنا عندنا دلوقتي في الكود عشان نتعامل معاه بشكل دقيق وبشكل صريح، مستحيل احفظ كل المعلومات الخاصة بكل حاجة. انا يهمني انك تعرف المعلومة موجودة فين وموجودة ولا لا، وبعد كده اذا احتجت تدخل تلاقيها في الكود لما تيجي تصمم هتلاقيها بسهولة. حاجة تانية، انا بحذرك من الاعتماد على الذاكرة، لان اليوم ما تخونك الذاكرة بتاعتك هتعمل تصميم غلط. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا المسافة ما بين الريشة والسقف كام؟ 90. تخيل انت مثلا اقرب مرة قابلت فيها مشكلتنا فيه مروحة بعد 4 5 سنين، وكنت معتقد ان المسافة ما بين الريشة والرشاشات 40 سنتي ولا 50 سنتي، في حين ان هي في الكود كام؟ 90. ايه اللي هيحصل؟ هتخليهم انت يجيبوا الدراع ده بمستوى اقل من المطلوب. اذا جالك حد منك يستلم فاهم هتبقى مشكلة كبيرة. فما تعتمدش على الذاكرة ابدا في التصميم، حتى لو انت عارف المعلومة ادخل واكد عليها. يوم ما تخونك ذاكرتك هتعمل تصميم غلط وهتبقى مشكلة كبيرة. طيب دي اول مشكلة. تاني مشكلة حاجة اسمها الروف فينتس والدرافت كارتن. الروف فينتس والدرافت كارتن الكود حطهم مع بعض عند البند 20.6.5 مع بعض، يعني هما هيتعاملوا نفس المعاملة تقريبا. ايه هو الروف فينت؟ الروف فينت بكل بساطة ان المستودع بتاعي يكون فيه تهوية. ده شكل الروف، احد اشكال التهوية من فوق كده مثلا، ده احد اشكالها، ويكون بالشكل ده بحيث ان اللي ان الهواء يتحرك من ما بين الشرايح دي كده داخل او خارج واتيفر، لكن ده كده التهويه. طيب هو انا ايه مشكلتي كفاير مع التهويه؟ الرشاشات والتهويه اعداء ما بيشتغلوش مع بعض. الرشاشات ما تشتغلش ابدا في ظل وجود فينت. ليه؟ لان لو تفتكر كنا قلنا بكل بساطه وقت الحريق الغازات الساخنه هتطلع تتجمع فوق وتشكل حاجه اسمها الهوت لاير المسؤوله عن فتح الرشاشات. الهوت لاير مش هتتشكل ابدا حالة وجود تهوية، وبالتالي فتح الرشاشات مش هيحصل في الوقت المظبوط، هيتأخر لحد ما الحريق يكبر واللهب يقرب من الرشاشات وساعتها هتفتح، وساعتها مفيش فايدة من فتحها. طيب تاني حاجة، ايه هي الروف كارتن؟ الدرافت كارتن، الدرافت كارتن بكل بساطة هي عبارة عن ستارة زي ما احنا شايفينها كده، بتكون مقاومة للحريق وبتنزل وقت الحريق اوتوماتيك بين السقف، تفصل لي ما بين مكانين زي هنا. دي الستارة، دي الستارة اهي، هتنزل تفصل لي ما بين مكانين بالتحديد. طيب هو ليه اساسا الكود مهتم بحاجه زي كده؟ لو احنا افترضنا ان انا عندي مثلا هتنزل درافت كارتن تفصل لي النص ده من المستودع عن النص ده من السقف اوتوماتيك وقت الحريق. دايما الدرافت كارتن ديت الناس اللي بتحب تحط معاها منظومه بسيطه للدخان، مراوح بتكون موجوده. اللي هيحصل لو حصل الحريق هنا في المكان ده، لو حصل الحريق في المكان ده هيشغل مراوح تشفط تطلع الدخان لبره، والجزء ده هيشغل مراوح تدخل هواء نقي لجوه، بحيث الضغط هنا دايما يبقى اعلى من الضغط هنا. يقوم هو حافظ على الجزء ده من المستودع بدون حريق بدون اي شيء، وعمر الدخان ما هيدخل هنا، وفي نفس الوقت ما زال الحريق مشتعل هنا. هي دي فكرة منظومة الدخان، صح او غلط مش دي مشكلتي دلوقتي، لكن انا مشكلتي ان وجود الدرافت كارتن بيكون معاه دايما منظومة بتحرك الدخان، وديت بالنسبة لنا بتكون مشكلة كبيرة. عشان كده الكود حط الاتنين مع بعض في بند واحد. طيب تعالوا نشوف هو الكود قال ايه في حالة التهوية. لو جينا نبص على الكود هنلاقي انا خدت ديت كده كصورة من الكود بالظبط، 20.6.5 او 20.6.5 الروف فنت اند درافت كارتن، قال لك سي سيكشن سي ستة، يعني قال لك روح على طول سي ستة. طب فين التوصيات؟ مفيش، نقل على طول لبند جديد، ما حطلكش ولا توصية تساعدك في حالة وجود روف فينت او درافت كارتن تعمل ايه. قال لك روح شوف سي ستة. طيب سي ستة في الانكس عبارة عن بيتكلم عن ايه اساسا؟ بيتكلم عن اكسبلينشن اوف تيست اند داتا، بيتكلم عن عملية اختبارات حصلت بخصوص الراكات والمستودعات، يعني بيتكلم عن تجارب وزي ما هنشوف دلوقتي. طيب لو جينا دخلنا لسكشن سي ستة نقرا ونشوف ايه الوضع دوت، هتلاقي هو اساسا اول معلومة بيقولها لنا ان كل الديزاين كيرفات الحاجات المعموله في جوه الكود تمت في غياب ابسنس اوف روف فينت اند درافت كارتن ان ذا بيلدينج. يعني الكود لما جه يعمل تجارب ويطلع لك بيانات ويطلع لك رسومات هتطلع منها اي شيء، ما كانش معتبر ان في تهويه اساسا. طيب لما جه يجرب ويشوف هل التهويه هتاثر ولا لا، لقى ان هيحصل ان من 87.5% ل 91% مور سبرينكلر الرشاشات اكتر هتفتح لما يكون فيه تهوية. طب ليه اساسا في رشاشات اكتر هتفتح؟ يعني انا ممكن اكون عامل التصميم بتاعي
على ان 10 رشاشات هيفتحوا، لو حصل تهوية هتلاقي في حدود 19 رشاش هيفتحوا، وطبعا البامب مش هتقدر تغطي العدد ده كله. طب ليه اساسا؟ لان انت فتح الرشاشات هيتأخر لحد ما الحريق يكبر، فعشان كده هتفتح رشاشات اكتر لان الحريق هيكون كبر بالفعل خلاص. طيب النقطة دي الكود فيها بيقولك ان الناس اللي عملوا الاختبارات بتاعة الفنت كانوا بيعملوها وهما مش واخدين بالهم من الموضوع بتاع الرشاشات، هل هي بيها فايدة ولا لأ. ويقول لك قصتش، واحنا كمان لما جينا نعمل الريبورتات بتاعتنا عملناها في غياب الايرفنت، يعني الكود كأنه بتقول لا تعايرني ولا عايرك، انت اشتغلت في جانب وانا اشتغلت في جانب. بعدين تلاقي سي 7 سي 8 سي 9 كله عبارة عن اكسبليننج ستاتستكس، عمال يشرح في تجارب عملها، اكتر من 150 تجربة بيحاول يلاقي حل للمشكلة دي. طب انا ميهمنيش التجارب، اللي عايز يروح يقراها يروح يقراها، انا بس هعرض عليكم منهم 3 عشان نفهم هو شغال وبيتكلم عن ايه بالظبط، لكن انا يهمني نتائج التجارب. اول نتيجة من نتائج التجارب قال لك ذا تيست داتا شو، لما كمية الدنستي بتزيد، لما الدنستي بتزيد الضرر هيقل وعدد الرشاشات اللي هيفتح هيقل، وده منطقي لما كمية المية هتزيد اللي هتنزل وقت الحريق، حتى لما الرشاشات تفتح متأخر اوكي هيحصل هيقل الضرر. طيب تاني حاجة، تاني نتيجة قال لك لو ركبنا انراك سبرينكلر، يعني هو لاحظ لما هو بيحط رشاشات انراك سبرينكلر بيحط رشاشات في الراكات، لقى ان في ايه الريدكشن اريا دامج اند سبرينكلر اوبريشن، لقى ان العمليات اتحسنت كتير لو حط انراك سبرينكلر. وقال لك انا حاطط لك كل الداتا بتاعت النهائيه، المحصله النهائيه بتاعت التجربه ديت، وحطها في جدول سي 9. لكن لاحظ الاتي، ان هو عمل التجربه ديت في مخزن ارتفاعه 6.1، ارتفاع التخزين 6.1، واستعمل حاجه اسمها الستاندرد كوموديتي، استعمل حاجه اسمها الستاندرد كوموديتي يعني كرتون، اوراق كرتون، يعني ما عملش، ما جربش بلاستيك، ما جربش بكلاس 3 بكلاس 4 كلاس 5، جرب بحاجة بسيطة خالص. طب ايه نتائج التجربة؟ تعال نشوف مع بعض نتائج التجربة كانت ايه. هنا سيلينج اونلي عن الرشاشات في السقف بس، لما كان بيستعمل 3/10 جالون جي بي ام لكل فيت سكوير اللي هي كثافة الرش، لقى ان اثر الدمار كان 22%، وفي نفس الوقت المساحة اللي اشتغلت فيها الرشاشات وصلت ل 4800، وده رقم كبير، احنا بنحسب المساحات بتاعتنا في 2000 فيت سكوير لحد 3000 فيت سكوير، الحريقة كبرت لدرجة انها وصلت 4800. فبدأ يعلي الدينستي شوية، لما بدأ يعلي الدينستي لقى حصل تحسن، بقت 17% نسبة الدمار، على الدينستي اكتر وصلت لنسبة مقبولة جدا 9%. طيب راح جاي مقلل الدينستي جدا، خلاها 2/10، نسبة الدمار وصلت كام؟ 36%، والمساحة اللي اشتغلت فيها الرشاشات 14000 فيت سكوير، وده رقم ضخم جدا، يعني لو كل رشاش بيغطي 100 فيت سكوير معنى كده ان في 140 رشاش اشتغلوا، ومع المية واربعين رشاش حصل دمار 36%. لكن شوف بمجرد ما بدأ يحط الراكات، شوف بمجرد ما بدأ يحط الراكات ايه اللي حصل، رشاشات في الراكات حصل كام؟ 8% و7%، نسبة الدمار عند 2 وعند 3. شوف عند 3 الأول كان نسبة الدمار 22، لما أحط الرشاشات الركات بقت 7%، عند 2 كانت نسبة الدمار 36.2/10، عند 2/10 لما أحط الركات كانت نسبة الدمار 8%. إذن الموضوع ليه تأثير شديد لو حط رشاشات في الركات أو لو على الدنيستي. طب ليه الكود ما ادانيش التوصيات ديت على طول وقال لي روح سي شوف سيكشن سي 6؟ ده اللي هنشوفه هنا، نكمل عشان لا يبقى لازم نبص على ظروف التجارب. ظروف التجارب اللي طلعت منها النتيجه الجديده ما قلت لك كانت على حرائق بسيطه على كرتون، وبالتالي ما نقدرش نحكم بيها على حرائق كبيره فيها مواد كتيره. فتعال شوف التجربه رقم 98 كان فيها حاله سوليد شيلفينج، سوليد شيلفينج، وانا قلت لك سوليد شيلفينج غير سوليد شيلفس. سوليد شيلفينج لما شرحناها قلنا ان التخزين هيكون قريب من بعضه لدرجه انه هياثر على الفلوس بيس وهيخليها قليله، وهو بيقول لك سوليد شيلفينج وبستراكتنج بوث لونجيتيودنال اند ترانسفيرس فلوس بيس. تمام، النتائج بكل بساطه كانت غير مرضيه، ان ساتسفاكتوري ريزلتس. طيب ايه تاني؟ التجربه الاهم، التجربه 147، التجربه رقم 147،
بيقول لنا ايه في التجربة 147؟ ان هو راح استعمل كثافة كام؟ عالية، كثافة عالية 45 من 100 جي بي ام كل فيت سكوير، اللي هي كانت المفروض انها تحقق نتائج مرضية زي التجربة زي الجدول اللي شفناه اللي فات. طيب مع الكثافة العالية دي فتح كام رشاش عشان يقدر يسيطر على الحريق؟ 47 رشاش. ومع وجود 47 رشاش شغالين حصل 83% ضرر ودمار. يبقى إذا التجربة دي وصفت على طول بكل بساطة إنها unsuccessful. 47 رشاش أنت مضختك بتحسبها على 10 على 20 على 25 رشاش على أقصى تقدير، يعني حتى مش هتعرف تشغل 47 رشاش. هو لما جرب ب47 رشاش وصلت نسبة الدمار ل83%. ومش بس كده، قال لك فاير جامبت بوس ايلز، يعني الحريق بدأ ينط من خلال الممرات في الركات وينتشر في كل مكان لحد ما وصلت نسبة الدمار ل83%. وعشان كده الحريق التجربة اتوصلت انها سكسسفول. طيب التجربة 148، قال لك طب تعالى نضيف رشاشات على الركات ونشوف ايه الوضع. لما راح يضيف رشاشات على الركات لقى ان 46 رشاش في السقف فتحوا وتلاتة على الركات فتحوا. 46 وده رقم برضو كبير، وتلاتة يبقى كام؟ يبقى 49 رشاش فتحوا. ومع 49 رشاش كانت نسبة الدمار كبيرة 34% برضو، يعني برضو ما حلناش المشكلة فعليا لما ضفنا انراكس برينكلر. انت عندك 49 رشاش مش هتقدر تغطيهم، ومش معقول هنروح نجيب مضخة 5000 جي بي ام ونكبر التانك ونكبر الأقطار وتبقى تكلفة المشروع مهولة. يعني بتوع المستودعات، الناس اللي بتعمل مستودعات تبيعها وتأجرها والكلام ده، ما بيكونش عايز يصرف جزء كتير من الفاير. فحاول تبعد عن التصميمات الكبيرة انك تفرض 40 رشاش و50 رشاش هيفترضوا يشتغلوا والكلام ده، مش هيبقى منطقي. طب ايه الحل؟ يعني واضح ان مفيش حل والتجارب كلها بتفشل ومشغل 50 رشاش، ويعني مستحيل مش هينفع. الكود بكل بساطة بيقول لك ايه، لازم تتوقع ان هيحصل ضرر في الحالات زي كده، لازم تكون متوقع ان في ضرر هيحصل. فعشان كده بيقول لك ايه، and sound engineering judgment should be used in designing the protection system. يعني الكود بكل بساطة بيقول لك استمع لصوت العقل الهندسي والمنطق بتاعك كمهندس وانت بتصمم نظام زي ده. يعني الكود بيقول لك اتصرف. يعني التجارب كلها اثبتت فشل المنظومة الحريق الرشاشات في حالة وجود الفنت. طيب نتصرف نعمل ايه؟ تعال نبص كده. مثلا انا شخصيا، انا كأحمد الشربيني، لو هصمم سيستم ولقيت فيه تهوية هصممه كالآتي، لازم اقفل التهوية ما عنديش حل تاني. وعشان كده هستعمل الدمبرز دي، دي فاير دمبر، ده كده في حالة هو مفتوح والشرايح دي هتقفل مع الموتور ده بيقفلها، يبقى كده قفلت التهوية. تمام، يبقى انا ايه، يوز موتورايزد دمبر ويكون فاير ريتد. تمام، الكابلات اللي هتطلع منه عشان نروح نوصله والكنترول بتاعه يكون شيلدد وتكون مقاومه للحريق. هي كمان انا بقول لك ده الديزاين بتاعي، الكلام ده ملوش مرجع في الكود، الكود قال لك اتصرف وانا شخصيا ده اللي قدرت اوصل له. تمام، طيب هنوصلها بحيث انها تشتغل اوتوماتيكي مع الفاير الارم سيستم، لكن مش مع فلو سويتش. واظن احنا فاهمين ليه مش مع فلو سويتش، لان بكل بساطه الرشاشات هتفتح متاخر، فانا محتاجها تشتغل مع الفاير الارم. طيب نقطه كمان، ان هي لازم لما يجي تعمل لها ريست، يعني هي هتقفل في وقت الحريق، هتقفل في وقت الحريق، لما تيجي تفتح ما تفتحش، ما حدش يعمل ريست لوحه الانذار تروح جايه فاتحه تاني، لا لازم تشتغل من سيبريت وباتون. وبفكرك ان ده تصميم الشخص، من سيبريت وباتون على جنب كده، حد يضغط عليه ترجع. طب ليه؟ عشان زي ما قلت لك ما حدش يعمل ريست لوحه الانذار تروح جايه فاتحه ولسه الرشاشات ما فتحتش مثلا، او لما يحصل حريق ممكن الكابلات بتاعه لوحه الانذار نفسها اللي فوق في السقف ماشيه اللي موصله للسموك ديتكتور والهيت ديتكتور، ممكن تبدا تسيح وتبدا يحصل فيها تلامس وتبدا اللوحه تهنج، فبص تلاقي ان الموتوريز دمبر راح جاي فاتح تاني، مش هينفع، يبقى كده المنظومه بتاعتي فشلت. فعشان كده انا هعمل لها سيبريت الباتون على جنب، هو يتعمل لها ترجع منه تاني. الحاجه التانية، انت عندك الحاجات المهمه في نظام الحريق لازم يكون ليها مصدرين للطاقه، عشان كده لوحه الانذار ليها مصدر اساسي وبطاريه، مضخات الحريق ليها مصدر اساسي الكهرباء، المضخة الكهربية او مضخة ديزل، لو عندك جنريتور يبقى 2 كهرباء مفيش مشكلة. دي لا تقل اهمية عن مضخة الحريق في الحالة دي، لان بدونها، بدون ما تشتغل بشكل صحيح، مضخة الحريق مبقاش فايدة ونظام الحريق مبقوش فايدة.
عشان كده انا كمان بقول لك لازم يكون ليها 2 باور سورسز. يعني ايه 2 باور سورسز؟ يعني واحد طبعا الكهرباء العاديه، واحد من خط الطوارئ بتاع الجنريتور. طب افرض ما عنديش جنريتور، اي اسم الفكره وارميها؟ لا، ممكن مثلا كحل ان احنا نروح جايين عاملين بوكس جنب لوحه الانذار، ويتحط فيه بطاريتين مثلا ومعاهم شاحن الكتروني. البطاريتين دولت هما اللي شغلوا الموتورايزد فاير دامبر في المستوضح كله، والشاحن الالكتروني بيشحن البطاريه باستمرار، ومتوصل كذلك مع لوحه الانذار الشاحن دوت، بحيث لو ادى ترابل يعني البطاريه بدات تبوظ وبدات ما تقبلش الشحن، ممكن ايه اللي يحصل؟ تديني برضو ترابل على لوحه الانذار. وما فيش حاجه تمنعني ان انا استعمل البطاريات، ما في بطاريات في لوحه الانذار، وفي بطاريات عند ضغط الديزل عشان تشغلها. ففي دي ده بالنسبه لي انا شخصيا اللي بقترحه. انت لو عندك افكار تانية اقترح عليا في الكومنتات مثلا، مفيش مشكلة. لكن بشكل واضح وبشكل صريح، كل التجارب اللي عملها الكود عشان يلقى حل للتهوية، مفيش حلول للتهوية غير انك تلغيها. لازم تلغي تأثيرها عن طريق حاجة زي الموتورايز دمبر. تركب الموتورايز دمبر ده على الاماكن بتاع اللي هيخرج منها التهوية. لو في اي تعليقات شبه لي ونناقشها ان شاء الله في مدخل الحلقة الجاية.